هي واحدة من أهم الممثلات والمنتجين في أمريكا، والممثلة الوحيدة من أصول أفريقية اللي ترشحت 3 مرات لجائزة الأوسكارز. ومع أنها من عيلة فقيرة جداً، إلا أن طموحها خلاها تاخد دور صغير في فيلم The Substance of Fire سنة 96، وبعدها شاركت في أنجح وأهم الأفلام والمسلسلات زي How to Get Away with Murder، Black Hat، Get On Up، Andida and Eve وغيرهم. وأدائها المميز خلاها تفوز بجوائز كتيرة، منها الأميز والبافتا. فيولا ديفيس هي نجمتنا النهاردة في ستار تراك. على الانستغرام عندها 1,400,000 فولورز، وهي عاملة فولو ل 107 بس، منهم ألين، أوبرا، بيونسي، نيكي ميناج وجي لو. ومن آخر البوست اللي نشرتهم هي صورتها في حفلة تايم 100، والصورة أخدت أكتر من 163,600 لايك. وسبق البوست ده صورة وهي مبسوطة بتليفونها الجديد واللي جمعت أكتر من 72,000 لايك. ونشرت صورتها على غلاف مجلة تايم وعلقت عليها بما معناه 2017 سنتي أنا. وعملت ريبوست لمقابلتها مع مجلة تايم اللي اتكلمت فيها تأثر عن لحظات فوزها بجائزة الأوسكارز. على الفيسبوك عندها أكتر من 1,100,000 لايك، ومن آخر البوستس على الوول قصة ترند بارتي جاز اللي قارتها بصوتها وعلقت عليها بما معناه فخورة لدعم ساج أفترا فاونديشن. على تويتر عندها أكتر من 872,000 فولوورز، وهي عاملة فولو ل 387 شخص بس، وعاملة بين لصورتها مع عائلتها لما احتفلوا بيها لما فازت بجائزة الأوسكارز، واللي أخدت أكتر من 49,000 ريتويت وأكتر من 168,000 لايك. ومعظم التويتات بتاعتها مرتبطة بالإنستغرام والفيسبوك.